الحقني يا هيما الحقني يا سكا، مش لاقيه خالتي. ايه في ايه؟ عربيه نقل كبيره محمله زلط ولا ايه؟ ما تفهم، عدت في الحاره. ايوه لسه شايفها دلوقتي. الله يخرب بيوتهم، هزوا البيت هزه جامده. ابو الولاد الحرام قالوا زلزال، خلوا الولاد نزلت جريت مش عارفه الشارع، بقالي ساعتين بدور عليها مش لاقياها، قلبت عليها المنطقه حته حته. خلاص استهدي بالله، انا هقلب لك عليها الدنيا. تعالي يلا تعالي تعالى سوكا، خدوني معاكم يا ولاد الحلال. ست كبيره زيها لابسه جلابيه سودا وحافيه اسمها الحاجه سندس، مريضه عقليا، اللي لاقيها يوديها للاخت كوريا في حاره الكرامه والاجر والثواب عند الله. يا ولاد الحلال ست زيها بقالنا يجي 3 ساعات بندور عليها، ده احنا لابسين الحرج 10 مرات، انا حاسه ان انا مش هلاقيها. ده ايه ده بس اللي حط على دماغي يا رب؟ تلاقيش يا كوريا، يعني هي تعرف حاجه بره المنطقه هنلاقيها؟ يعني هي تعرف جوه المنطقه ما تعرف بالله يا هيما. معلش معلش هنلاقيها ان شاء الله، احنا طالق وراها العيال كلها. ما تقلقش، قلت لك يا خال، قلت لك ما تشيلنيش فوق همي، كنت كنت عايز تخلص وخلاص. وحبيه واسمها الحاجه سندس مريضه عقليا اللي لاقيها. وده وقته يا هيما. يا بنت بواسيكي في ايه؟ اشوف اتصل ولا لسه؟ الاجر والثواب عند الله. قول قول بدل ما انت ساكت كده. اقول ايه بس؟ قلبي وجعني عليها. كنت زعلانه يا خالتي اني بحبسك في البيت. اديني سبت لك الباب مفتوح. شفتي عملت فيها وفي نفسك ايه؟ هوني عليك يا اخت كوريا. ربما تكون تاهت منك مش عارفه تراعيها هتأنبها ولا ايه؟ استغفر الله يا اخو ابراهيم. ولكنها ما زالت تعيش فوق ارض وتحت سماء خالقها، اللي بيرعاها وبيرعاكي. مش هتتوه منه؟ لا ارض الله واسعة يا شيخ، ممكن تتوه عادي. يا ظبطي خلاص اهدى يا كوريا، اهدي ما تقلقيش، انا مش عايزك تقلقي. انا طالق وراها كل العيال من كل المناطق اللي حوالينا، ان شاء الله هيلاقوها. ايه كوريا، انا جات لي فكرايه. انت تديني صوره خالتك والتليفون بتاعك واصورهم 500 صوره وارزقهم على كل الاتوبيسات والمحلات، واللي لاقيها نبقى راضيين. هتحط لنا التليفون على الاتوبيسات؟ اللي سمعته ده كوريا معقوله؟ الست الكبيره اضيع منك انت؟ الأمانة اللي أنا شايلها في رقبتك أنا أمك، اتحمليها بجابة الناس. بقول لك إيه خيه، فكك متجوز أبي الجبل ده دلوقتي خالص، أنا همي قد المقطة وفين اللي مكفين؟ ثم أنت فين من ساعة ما كلمتك؟ وأنت كنت استعنتنا؟ ما أنت من ساعة ما رميتالي وأنت مطفي دماغك. خلاص يا بيت، خلاص يا بنت يا كوري عيب، استهدي، خدي لك بقي شاي وهدي أعصابك كده. هو ما تكلميش خالك بالشكل ده، ده راجل محترم بردك وكبيركم. هعمل إيه يا بنت الناس؟ أنا اللي فيا مكفيني، في هم فوق دماغي. أروح أدور عليها. ربنا عطرنا بيها في الدنيا قبل الجنة. سلام. وربنا ذهب الجنة. كوريا مفتاح المحل يا بنت الحلال وكل عيش. سيبك وهي في معية الله، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. أكل عيش إيه ومحل إيه اللي افتحه بس؟ أجد عندي في رقبتي، ده اللي بيبقى عايش مع حيوان لو حصل له حاجة بيزعل عليه. دي مهما كان خالتي برضه عندها حق يا ولاد. الله، ما هو اللي عايش أهو عايش بياكل وبيشرب وينام، واللي ميت اهو بندفنه ونزعل عليه شويه ونقول خلاص الحي ابقى من الميت. لكن اللي تايه عقله بقى، ده نعمل له ايه يعني؟ نحزن عليه ولا نعمل فيه ايه؟ والوليه غلبانه يا ناس، عقلها مش فيها، ما بتعرفش السما من العمى خالص. ايه يا كوريا، سمعتهم يا اختي بيقولوا في الميكروفون ان خالتك تاهت. لما تعطري عليها ما تبقيش تحبسيها وتسيبيها تعيط ورا الباب، لحسن والله قلبي بيتقطع عليها. مش بنت من هنا، غوري من هنا احسن. وتربت امي افرج عليك امي تلاقيها النهارده. هو انا غلطانه يعني اني بقولك يا رب تلاقيها؟ دي سندس دي ليها الجنه، هي مخها طق من شويه. شوف شوف خلاص خد يا حبيبي، صلي على النبي، خلاص صلي على النبي، خلاص صلي على النبي. مساء الخير. هايدي ابو طالب السيد السنتولي، موقفها ايه؟ تمام تمام انا اسف يا مدام، في قرب هناك بالسفر. وحشتني. ما قلنا هنا لا يا نوال، ما قلنا هنا لا.
اكتبها لك على ام العربيه من بره، ما تجيش هنا يا نوال. الله، ما تبطل عبط يا وانجز. انجز في ايه؟ بص، سلمه طلع على الخصوص يعين كام راس كده لواحد صاحبه تاجر وهيأخر، والبيتسي كوريا متدهوله في اللي هي فيه، يعني الدنيا امان 24 قيراط، ولو طلعت عندي محدش هيشوفك. انا هسبقك وتعالى ورايا. اجي وراكي فين؟ انت اتعطلتي؟ انت عايزه تفضحينا يا نوال؟ هي ناقصه شرده؟ لا شرده ولا مشرداش، وانا يعني مش هخاف على سمعتي؟ لا اله الا الله، ما انا بقول لك الدنيا امان، وانا كل شويه هكلم سلومه اشوفه فين. ده ما بيعملش مشوار البهايم ده غير فين وفين. والليله بقى لو عدت هيبقى خلاص، موت يا حمار بقى على ما ينفع تاني. ده انا عامله لك جوزين حمام هتاكلهم من هنا، وتكسر الشقه اللي فيها، ومخبيه ربع منقوع هينسوك اسمك. يلا بقى انا هسبقك، اوعى تعوق. الله يخرب بيت امك يا شطان. ضعيفه هيما، ضعيفه. يا اهل المنطقه الكرام، طلبت مني الاخت كوريا عبد العاطي ان اناشدكم عبر مكبرات صوت المسجد للبحث عن خالتها المسنه الحاجه سندس، ومن يجدها ان شاء الله له مكافاه مجزيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشكرين يا عم الشيخ ناصر، ربنا ما يحرمنا منك. المال مال الله، والبيت بيت الله، وما انا الا امين على هذه الامانه. الله يبارك لك يا مولانا، سلام عليكم. بقول لك يا اخت كوريا، وامر يا عم الشيخ. الامر لله تبارك وتعالى. انا كنت عايز اكلمك في موضوع بشان الاخ ابراهيم، بس انا شايف الوقت غير مناسب. انا بقول ننتظر قليلا حتى تطمئني على خالتك ان شاء الله. ماله ابراهيم يا عم الشيخ؟ كل خير ان شاء الله، لا تقلقي. انا بقول ناجل هذا الكلام من الافضل. انا ليا بس رجاء صغير عندك. اتفضل. أن تطلبي من الأخ إبراهيم أن يحضر إلى المسجد من وقت إلى آخر حتى يبارك الله لكما. دعي له ودعي لي يا مولانا. أنت فكرك دخلت الجامع دي سهلة ولا أي حد يخشها؟ دي عاوزة قلب، وإحنا بنتشعلق في رحمة ربنا من بعيد لبعيد. دعي لنا أنت بس.